أقام مجلس شباب تكريت ندوة حوارية عن التعايش السلمي وأهميته في تعزيز الوحدة الوطنية ودبذ كل أشكال التفرقة التي يحاول الأعداء زرعها بين أبناء الوطن الواحد. وحضر الندوة عدد من ضباط الشرطة المجتمعية وعلماء الدين وجمع من شباب وشابات مدينة تكريت. حقيقة حضرنا هذا اليوم جانبا من الندوة التي أقامها مجلس شباب تكريت التطوعي بالتعاون مع منظمة بنت الرافدين، والتي تناولت أهمية دور المجتمع في السلم المجتمعي، المجتمع بكل فئاته، يعني المرأة والرجل. حقيقة هذه الندوة كما شاهدتم شارك فيها علماء دين، وشارك فيها ضباط من الشرطة المجتمعية، وشاركنا كإعلاميين، وأيضا من النساء الناشطات في مجال السلم المجتمعي والعمل المدني والعمل التطوعي. حقيقة أنا شاركت بإيضاح أهمية ودور الإعلام في الحفاظ على السلم المجتمعي، لما يلعبه الإعلام من دور مهم وخطير حقيقة في رأب الصدع في المجتمع بعد الكوارث الكبيرة والمآزق الخطيرة التي مر بها البلد، والتي خلفت الكثير يعني من المشاكل، سواء على الصحة النفسية، سواء على ما خلفته من ضحايا، يعني من الشهداء وعوائلهم والأرامل وما لحق بضرر بالحرث والنسل كما يقال. حضرنا هذا اليوم الندوة الحوارية التي تبنتها منظمة بنت الرافدين بالتعاون مع مجلس شباب تكريت. تطرقنا في هذه الندوة الحوارية إلى بعض الظواهر الموجودة، الظواهر السلبية. من ضمن هذه الظواهر ظاهرة الشائعات التي كثرت في الآونة الأخيرة. طبعا نحن كشرطة مجتمعية واجبنا التصدي لمثل هذه الشائعات، والتي هدفها طبعا هي شائعات مغرضة، هدفها أن تخلق فوضى في داخل المجتمع وداخل المحافظة الآمنة. نوجه رسالتنا من خلال منبركم الكريم إلى أنه ثقوا بالأجهزة الأمنية المتمثلة بقيادة شرطة صلاح الدين وقيادة عمليات صلاح الدين والتشكيلات العسكرية المنضوية تحتها. ثقوا بهذه القوات وبأنها حريصة على دمائكم وعلى أرواحكم وعلى الأمن داخل هذه المدينة. وجميع التحركات العصابات الإجرامية مشخصة ومرصودة ومسيطر عليها. فنطلب من المواطنين، نطلب من كافة شرائح المجتمع أن لا ينجرفوا خلف تلك الشائعات، وأن يكذبوها ولا ينشروها على مواقع التواصل، على مواقع الفيسبوك ومواقع الأخرى. الندوة الحوارية اللي كانت اليوم في من منظمة بنت الرافدين ومتطوعين مجلس شباب تكريت حول التعايش السلمي ودور المرأة في التعايش السلمي، إن المرأة لها دور فعال في التعايش السلمي ومحاربة الإشاعة، كونها هي الأم وهي الأخت وهي مربية الأجيال. الأم وبالنسبة للأم هي الأم التي تنمي عقل الأطفال في كيفية التعامل السلمي، في كيفية التعايش مع المجتمع الآخر، وكيفية التواضع وبناء الشخصية وبناء القدرات وبناء قدراتهم في كيفية محاربة الإشاعات وعدم المبالاة إلى أي كلام يذكر دون التأكد من هذا الشيء. فإذا المرأة لها دور أساسي في محاربة الإشاعات عن طريق البيت وعن طريق المدرسة كمدرسة وكمدرس كمجتمع متكامل. اليوم ناقشنا بحضور عدد كبير من المنظمات والناشطين والفرق التطوعية والإعلاميين ورجال الدين، وأيضا الشرطة المجتمعية التي لها دور في تعزيز أواصر الترابط والتعايش السلمي والسلم المجتمعي في بين المجتمع وبين رجال الأمن وتعزيز الأمن في مختلف مفاصل محافظة. ناقشنا اليوم طريقة وأساليب تعزيز هذا التعايش بين أبناء المحافظة الواحدة وأبناء المحافظات الأخرى، بين جميع المكونات والطوائف في هذا البلد. ناقشنا أيضا موضوع دور المرأة ودور الإعلام في تعزيز التعايش السلمي ودور رجال الدين،
وايضا اتفقنا مع الشرطه المجتمعيه على القيام بعده حملات نوعيه لتعزيز هذا التعايش ولاذكاء السلم المجتمعي ليكون رساله وطن سيكون يحمل عناوين السلم والسلام والامان والرخاء والصوره المشرقه والايجابيه.